لانه الظروف الانتقال معلوم انه ما في تفويض لاي جهه انها تعمل براها. حتى نحن في القوات المسلحه ذكرنا لهم باننا لسنا ايضا مفوضين، كلنا اتينا عن طريق شرعيه ثوريه اللي هي اتت من الشارع، لذلك كان يجب ان نعمل سويا وما زلنا نمد ايدينا للجميع لنعمل سويا. نحن طرحنا موضوعين رئيسيين لاكمال الفتره الانتقاليه، اولا توافق، وهذا ضروري، يجب ان تتفق القوى السياسيه التي لديها الرغبه في هذا الاتفاق، والقوى الوطنيه التي تؤمن بان الفتره الانتقاليه يجب ان تدار بشراكه بين الجميع. ايضا اذا ما تحقق هذا التوافق ليس امامنا طريق غير نسير الى اقامه انتخابات. ما في اكثر من الخيارين الاثنين، توافق بموجبه يمكن ان تدار الفتره الانتقاليه او انتخابات. هذا التوافق متى ما تم حتما سيكون لديه برنامج مختصر، لأن الفترة الانتقالية السابقة المرة كانت مزدحمة بكثير من البرامج ولم نستطع إكمالها. لذلك رأينا أن متى ما استكمل هذا التوافق حدد أهداف قصيرة. الآن الأوضاع الاقتصادية ليست جيدة، الأحوال الأمنية ليست جيدة، التحضير للانتخابات مطلوب، استكمال السلام مطلوب، هذه أمور أساسية. متى ما تم التوافق أو متى ما تم تشكيل حكومة يجب أن تهتم بهذه الأمور الأساسية. افتكر أن تحضير الانتخابات واحدة من أولويات الفترة الانتقالية، الاهتمام بمعاش الناس واحدة من اهتمامات الفترة الانتقالية، الأوضاع الأمنية واستكمال السلام أيضا واحدة من مطلوبات الفترة الانتقالية. هذه الأمور يجب أن نتفق عليها كسودانيين لنتجاوز بها هذه المرحلة.